والديمقراطية والحياة والرقي والثقافة والانفتاح، ليدعو المرأة إلى التحرر والمساواة. كلمات براقة لكن في ظاهرها جرجرة المرأة إلى الرذيلة. ثم يسنون تشريعا خبيثا بأن الاعتداء على الأطفال جنسيا هو مباح ولا شيء فيه، ويسنون له قانونا دوليا يلزم الدول على التوقيع عليه. ما هذا الكلام؟ ما هذا الهراء؟ هل هؤلاء سيقدمون لنا الأخلاق والفضيلة؟ فإيانا أن ننبهر، لنزيل الغبش عن أعيننا وهذه الغواشة الغشاوة التي غطت للأسف حتى على بعض المسؤولين، فأصبح يتكلم بلسانهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وفيكم سماعون لهم. إن أولئك أي أعداء الإسلام لا يريدون لنا خيرا، وإنما يمقتون البشرية بأسرها مسلم كان أو غير مسلم. إنهم يسعون الآن لإيجاد ما يسمى بالمليار الذهبي، 7 مليار في العالم، يريدون أن يقضوا على 6 مليار ليبقى مليار واحد يختارونه هم من كبرائهم ليتنعموا بخيرات هذه الأرض، وينهبوا الشعوب وينهبوا اقتصادها ويضعفوا كيانها. فليعيشوا كالغاب، وليعيشوا بدون قيم، وليعيشوا بدون مبادئ، وليعيشوا بدون شرف. لا يسألون عنهم، وإنما يسألون عن ثرواتك واقتصادك، ليتركوك فقيرا مدمرا ضائعا تائها بلا قيم ولا أخلاق. فعلينا يا إخوان أن نتواصى بالحق، وأن نتواصى بالصبر، وأن نرجع إلى ديننا فهو عزتنا، إلى منهج ربنا قرآننا، إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما جاء الخير إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. قد أمرنا بذلك ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبذلك بل نعتز ونباري به العالم، ونسمع به الآفاق، ونتجسده في حياتنا، ونربي عليه أولادنا، ونعامل به أزواجنا وجيراننا وإخواننا، لنراه جميعا في أسواقنا